أحبائي أهلا أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرب الحياة. هنتكلم النهاردة على موضوع بيقابلني أحيانا، حد يجي يقول إيه دلوقتي، إيه الفرق بين الأنانية وإن أنا عايز الناس تحبني والناس تشكر فيا باستمرار؟ هل في فرق بينهم؟ إيه الفرق بينهم؟ طيب الأنانية إن أنا أحب نفسي وبس، وحياتي تبقى محصورة على نفسي وبس، ما يهمنيش الآخرين، كل ما يدور في حياتي يدور على اشباع رغباتي انا وراحتي انا وحاجتي انا بس، مش اكتر من كده. كون ان انا احب ان الناس تشكر فيا او ان الناس تهتم بيا دي حاجه ايجابيه حلوه، انما لازم اراعي ان انا حياتي مع الاخرين، فرحتي الحقيقيه ان انا افرح الناس اللي حواليا، افرح اسرتي، افرح الناس اللي حواليا، الناس القريبين مني، حياتي تبقى فيها عطاء اكتر من اخذ، حياتي ما تبقاش متحوره حوالين نفسي وبس. لأن أجمل وأروع شيء بيعمله الإنسان أن يترك أثر في نفوس الناس اللي بيقابلهم. يقولوا لنا في علوم التنمية البشرية لما تصحى الصبح تأكد تماما كل إنسان مننا يعني أن عندك فرصة لإنقاذ حياة على الأقل شخص واحد كل يوم، عندك فرصة لإنقاذ حياة على الأقل شخص واحد كل يوم، أنك تديله نصيحة، أنك تديله كلمة، أنك أنت تنقذه من حاجة معينة، من فكرة معينة، ترشده لحاجة معينة، كل دي حاجات مهمة جدا جدا احنا نعرفها. فالحياة ما تبقاش مستقرة عليك انت بس، ايه اللي انا هعمله وايه اللي انا عايزه، لا ايه اللي اقدر افيد به الناس. علشان كده حتة مهمة عايز اقولك عليها، لما تيجي تخطط لحياتك قول ايه اللي ناوي اعمله في الخمس سنين اللي جاية يعطي لحياتي معنى، ايه اللي انا هعمله يضيف لحياتي قيمة، يضيف لحياتي معنى. اكتر حاجة تضيف لحياتك قيمة، تضيف حياتك معنى، الاثر اللي بتتركه، الاثر اللي بتتركه في قلوب الناس، هي دي السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية فعلا هي الاثر اللي تتركه، واكبر اثر بتتركه تتركه جوه قلوب الناس. فاسعى دايما باستمرار ان الكون ده ممكن يتأثر بكلامك، ان الناس اللي حواليك حياتهم هتتغير لما يقابلوك ولما يتعاملوا معاك. فخلي حياتك مركزة على الناس الآخرين، إزاي هتؤثر فيهم، تستخدم الوزنات اللي مديها لك ربنا عشان تفيد الناس اللي حواليك، ما تبقاش مستقرة ومركزة على نفسك وبس. هنا الأدنية، أما الحياة الحقيقية المسيحية الحقيقية تركيزك على أنك أنت تترك أثر في قلوب الناس. شوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.